في كل مكان. نحييكم ايضا تحيه جميله وانطلاقه مميزه. الشوط الاول الرئيسي شوط المفتوح، شوط الاول الرئيسي شوط يحمل تحدي ويحمل انطلاقه ويحمل اندفاع بهذا التحدي الكبير. ما شاء الله شعارات كبيره وزاهيه وملونه تزين لنا ارضيه هذا الميدان. ما شاء الله اشواط ايضا السرعه والاربع كيلو مترات حاضره بتحدي كبير وانطلاقه ايضا جميله وانطلاقه مميزه. المقدمه وصداره ما شاء الله الدوحه وعيسى بن سلطان بن سند الهاجري. ما شاء الله عيسى بن سلطان بن سند الهاجري، ولكن الدخول مباشره الشحانيه ومحمد بن ناصر الهاجري. من يقدم الشحانيه باداء جميل واندفاع مميز وانطلاقه ايضا جميله. ثالث الاسماء وصلت غزوه والحميدي بن راشد المجارح المري في ثالث الاسماء، ورابع الاسماء وصلت ما شاء الله براقه وسعود بن شنان المري. ما شاء الله وتبارك الرحمن اداء جميل واندفاع مميز بهذا التحدي الكبير. ما شاء الله المركز الرابع والمركز الخامس وصلت الشحاني الجساسيه وزيد بن محمد المري مع الجساسيه، ولكن دخول مباشره الشاهينيه وعبد الرحمن المري. من يقدم الشاهينيه باداء جميل وانطلاقه ايضا جميل وتحدي كبير، ولكن العودة وين؟ إلى المقدمة وإلى الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. ما زالت المقدمة والصدارة هنالك. الله الله الدوحة وعيسى وعيسى بن سلطان بن سند المسيفري من يساند بأداء جميل واندفاع، ولكن وصلت الشحانية ومحمد بن ناصر الهاجري. من يقدم الشحانية أداء جميل واندفاع، ولكن الدخول مباشرة وصلت الجساسية اسم كبير زيد بن محمد المري بأداء وانطلاقه ايضا مميزه. دخول على المركز الرابع وصلت الشاهينيه وعبد الرحمن المري. ما شاء الله دخول على المركز الخامس وصلت براقه وسعود بن شنان المري. من يقدم اداء جميل وانطلاقه ايضا مميزه، ولكن براقه هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان براقه وسعود بن شنان المري اداء جميل وانطلاقه ايضا مميزه واندفاع. ما شاء الله اندفاع كليا، ولكن اقتربنا من ايضا نص المسافه هنالك بقيادة ما شاء الله ما شاء الله يا المسيفري. هنالك اللي يقدم الدوحة وعيسى بن سلطان بن سند المسيفري. ما شاء الله انتصفت المسافة بقيادة الدوحة وعيسى بن سلطان بن سند، ايضا من يقدم ايضا بن سند الهاجري. ما شاء الله، ولكن محمد بن ناصر يقاتل بأداء جميل الشحانية ومحمد بن ناصر الهاجري. دخول على المركز الثالث وصلت الجساسية وزيد بن محمد أيضا المري. من يقدم أداء جميل واندفاع مميز. ما شاء الله وتبارك الرحمن جهز للموسم الموسم القادم على الأبواب 2016 2017 و2018 قادم بتحديات كبيرة والتجهيزات أيضا الصيفية والكيلو ونصف الكيلو. ما شاء الله غادر المسيفري بالتحدي، غادر بن سند بالتحدي بالأداء الجميل. غادرت وهنالك الشحانية أيضا تطارد محمد بن ناصر الهاجري، يطارد بأداء جميل واندفاع مميز ما شاء الله. ولكن نحن وين؟ اقتربنا من لائحة الإعلان ولائحة الإنذار بقيادة الدوحة وعيسى بن سلطان بن سند الهاجري. ما شاء الله جرت الشوط جر منذ البداية وخدت النهاية يرحب، ولكن ثالث الأسماء وصلت الله وصلت ما شاء الله الجساسية وزيد بن محمد المري، ولكن الكيل
كيلو متر الأخير، كيلو التحدي، كيلو ما بعده كيلو، بقيادة الدوحة والشحانية، الدوحة والشحانية. وهنالك ما شاء الله أداء جميل واندفاع مميز ما شاء الله. عيسى بن سلطان بن سند الهاجري الشحانية ومحمد بن ناصر الأمتور المجنونة والحاسمة وثالث الأسماء ما شاء الله اللي وصلت بأداء جميل الشاهينية وهناك الجساتية وزيد بن محمد المري. ولكن ما شاء الله محمد بن ناصر الهاجري أول ظهور لمحمد بن ناصر الهاجري في الموسم الجديد. نتمنى لك التوفيق بأداء جميل. روح روح محمد بن ناصر الهاجري، روح بأداء جميل. نتمنى لك التوفيق في الموسم القادم. روح روح محمد بن ناصر بأداء جميل الشحانية ومحمد بن ناصر الهاجري. الهاجري هاجر بر الأمان بر التحدي ما شاء الله. الشحانية محمد بن ناصر شعار ما شاء الله، أول ظهور للموسم الجديد. نتمنى لك التوفيق يا محمد يا أبو ناصر. روح 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 بالتحدي، صباحك فل، صباحك توافيق في الموسم القادم ما شاء الله. روح بالتحدي، روح بالناموس الشحانية ومحمد بن ناصر خط النهاية. يرحب بمحمد بن ناصر وعليها رقم واحد وهي وصلت بر الأمان. سلام أبو ناصر، سلام تهانينا. والناموس تاني الأسماء مشاهدينا الكرام وصلت الشاهيني الجساسية وزيد بن محمد المري، ثالث الأسماء وصلت براقة وسعود بن شنان المري. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، ساعة وصول الشحانية قطعت مسافة 4 كيلومترات في زمن وقدره ايضا ما شاء الله 6:22:63. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذا التحدي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظا اوفر لمن حالفهم الحظ، تهانينا والناموس.